استكمالا للنجاح الذي حققته ندوات توعوية بالجامعات المصرية التي تنظمها مؤسسة وحياة كريمة، استضافت جامعة السادات بمحافظة المنوفية ندوة تثقيفية بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي والتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الهدف من وجودنا النهاردة ان احنا نوعي الشباب بدور مؤسسة حياة كريمة على الأرض. مصر دولة شابة، مش مبادرة واحد ولا اتنين، لا دي مبادرة الشعب المصري كله، فهي من الشعب المصري وللشعب المصري في نفس الوقت. ملتقى شعبي تنموي توعوي للطلاب في جامعة مدينة السادات، بنحشد له أكبر عدد من طلاب جامعة مدينة السادات عشان نعرفهم إيه هي الجمهورية الجديدة، إيه هي حياة كريمة، علاقتها إيه بالجمهورية الجديدة، يعني إيه مبادرة حياة كريمة وبتفيد مين، الشاب محتاج يعرف إيه عنها، إيه بالضبط من المشروعات القومية اللي بتدخل في إطارها، إزاي مبادرة حياة كريمة دي هيتم تمويلها، إزاي مبادرة حياة كريمة دي هتغير حياة أكتر من 60 مليون مواطن في جميع ربوع كرة مصر في الريف المصري. مهم جدا وجزء أساسي من مؤسسة حياة كريمة هي إشراك الشباب، لأن هي مبادرة قامت بالشباب وبتكمل بالشباب، كل اللي بيشتغلوا فيها متطوعين بيقوموا بدور كبير جدا، الدولة بتبذل مجهود كبير جدا على كافة المستويات، فده كان مهم جدا ان احنا نقعد مع الشباب ونعرفهم مؤسسة حياة كريمة بتعمل ايه. هذه الندوات تستهدف ايضا نزول الطلبة الى زيارات ميدانية لمشروعات حياة كريمة الى جانب منحهم فرصة للتطوع في المبادرة. احنا اشتغلنا على مركزين في المرحلة الاولى، مركز الشهداء واشمون، وطبعا القطاعات اللي اشتغلنا عليها قطاع المية والصرف الصحي والغاز ورصف الطرق، تبطين الترع، الصحة والتعليم وغيره من القطاعات. نكاد نكون غطينا كل القطاعات بحيث ان احنا نطور من القرية وفي نفس الوقت ان احنا نحافظ على الهوية الريفية. صراحة مبادرة افادت يعني يعتبر بتستهدف فئة كبيرة من الشعب المصري، احنا لنا الشرف اللي احنا ننضم للمبادرة دي طبعا كمتطوعين. نمت فعاليات كتير في المجتمع مثلا كوحدات صحية وكغاز ومجتمعات سكنية. يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي في غرس مفاهيم العمل التطوعي وتوجيه طاقات الشباب وإشراكه في هذا المشروع التنموي الضخم للإسهام في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.